العيش المشترك خيار ومسؤولية، هذا عنوان الاحتفال الوطني كما سمي من خلال أو من قبل رئيسة أو الجمعية المسيحية للشبات فرع جبال. الاحتفال رح يكون بالإديسانس السبت 9 أدار بعد الظهر. جيتا شامي جرماني وهي رئيسة جرمانوس عفوا وهي رئيسة الجمعية فرع جبال ضيفتي لليوم لتخبرنا أكثر عن الاحتفال الوطني. حبيت تسمية الاحتفال الوطني، ليه سميتوه احتفال وطني؟ لانه الوطن بده اليوم احتفال العيش الوطن المشترك. مهدد اليوم بكل هالتجاذبات الاصوليه وبحاجه نحتفل فيه بالعيش المشترك على نطاق واسع ونطاق هذا هذا الخوف هو اللي دفعكم كجمعيه انه تعملوا هالاحتفال؟ نحن يعني عامل من العوامل، ونحن موجودين بجبال، جبال منطقه مختلطه وفيها حبينا نشتغل فيها بمساحة اعتدال. نحن مع مؤسسة أديان يلي يرأسها الأب فادي ضو، وهي مؤسسة مختلطة بتشتغل على العيش المشترك وعندها تجارب بالعيش المشترك، وجبنا لنحيي وننشد جوقة الفيحاء من طرابلس يلي معروفة مع البركاف تسلاكيون مايسترو بإدارته، كمان بتنشد هالعيش المشترك ومعروفة عالميا صارت جوقة الفيحاء. مؤسسة السلام بجبيل بتدعمنا، وبلدية جبيل بترعى كمان الحدث. هل الاحتفال رح يشمل بس جوقة الفيحاء أو رح يكون في كمان أحاديث حول العيش المشترك كخيار ومسؤولية؟ إيه في رح بلش أنا رحب بالجمهور وعرف عن جمعيتنا كجمعية المسيحية للشابات وعن نشاطاتنا وعن قدرات اللي عنا اياها بالمركز بجبال، ونرجع الاب فادي ضو بيقدم اديان مع فيلم وثائقي عن اديان وعن التجربه بالعيش المشترك. بترجع جوقه الفيحاء بترتل اناشيدها، الاستاذ زياد حواط رئيس بلديه جبال عنده كلمه وضيافه بالاخر. مدام جيتا، بتفتكري يعني هالعيش المشترك خيار ومسؤوليه نوع من هالانواع الاحتفالات بتقرب الناس اكثر من بعضها؟ بعتقد منضوي شمعه بهالظلمه، وكل واحد على نطاقه على محل ما هو موجود بشغله بمركزه بيقدر يساهم يعني لنعزز هالعيش المشترك. اليوم العيش المشترك اكثر شيء مهدد اكثر من زمان؟ مهدد أكثر، لأن في موجات أصولية عم تقوى والإنسان عم بيصير يبتعد عن أخيه الإنسان، ما عم بقى يشوف الإنسانية فيه، عم بيشتغل على العرق والدين والمذهب بأكثر أيام. يعني صرنا بالتجاذبات وبالانقسامات، يعني بيحكم على الآخر من خلال اختلافه أكثر من خلال شو هو وشو إنسانيته، شو الكومن بيناتهم أو شو الأمور المشتركة بيناتهم. بتقولوا بالعنوان العيش المشترك خيار ومسؤولية، ليش خيار؟ أنا بقرر إني أنا بدي أعيش مع الآخر، مش مفروض علي الآخر اتحمله، أنا بدي أعيش معه واتواصل معه تقدر أنا وكان نكون مواطنين يعني ونقدر نبني دولة. وإذا لقى ما قدرنا نعيش نحن وولادنا، يعني شو مستقبلنا وشو مستقبل أولادنا وأحفادنا إذا ما قررنا نعيش سوا بالواي دبليو سي اي او الجمعيه المسيحيه للشابات، صار في انسيدنتس معينين، صار في حوادث معينه، او شو اللي لفتكم لهالموضوع؟ نحن يعني جمعيتنا عاده ما بتشتغلوا على موضوع العيش المشترك اذا ماني غلطانه. نحن جمعيتنا هي اسمها جمعيه المسيحيه للشابات، بس نحن عندنا اعضاء وعندنا اشخاص بيجوا لعنا على الجمعيه بيتعلموا بالمراكز تبعنا، مراكز تاهيل، عندنا لغات، عندنا مهن محاسبه، عندنا كمبيوتر من كل الطوائف ومن كل الأديان، من كل المناطق ما بنسأل ابدا. ونحن بنعزز هالشعور وهالتواصل يعني، وبهمنا نشتغل عليه، وكان هممنا نجيب اديان عجبيل لانه اديان ما بيعرفوها كثير بمنطقتنا، حبينا نحن نعرف المنطقه عليها. دونك خلقنا هالايفينمون، وهالايفينمون بايام بهالايام وبهالظروف وبجبيل بالذات بيكون كتير وقعوا حلو. يعني نقول مؤسسة أديان تجمع من كل الطوائف الموجودة بلبنان وبتعرف الآخر على يعني الطائفة المختلفة. نعم. من خلال زيارات لأماكن دينية أو محاضرات بيشتغلوا أو غيره، بيشتغلوا حتى على مناهج مدرسية، اليوم عم بيشتغلوا على المناهج بالمدارس بالجامعات تيكون العيش المشترك معزز مش مجرد كلام يعني،
ومهم كتير نتعرف عليهم. ونحن عنا يعني برسالتنا كجمعية عنا توعية تنمية، دونك منتواصل نحن وياهم بهالخط هيدا، بتلاقموا مع بعض بأهدافكم. بدنا نشوف مقطع على جوقة الفيحاء وانتبه حديثنا. أوكي. أكابيلا وأصوات حلوة وأغاني فيروز، شو بدنا أحلى من هيك؟ مدام جيتا، حكينا لكن عن هالإيفنت اللي عاملينه نهار السبت 9 المساء الساعة 5؟ الساعة 5 مفتوح للجميع؟ مفتوح للجميع، بيهمنا حضوركم وحشد لأنه إيفنمون حلو يعني بيستاهل. شو عندكم مشاريع تانية بالجمعية المسيحية للشابات؟ نحن عندنا مركز منعلم فيه الصبايا والستات، صبايا يلي عندهم مستوى علمي وبيشتغلوا ديجا، منعلمهم كمبيوتر، لغات، محاسبة، تيتمكنوا من تعزيز دورهم بشغلهم بانتساب صغير بدورات شهرين أو ثلاثة أشهر. وللسيدات اللي ما عندها باك جراوند علم بتتعلم مهن، بتتعلم دانتيل بريتون، عندنا مكياج استيتيك، يعني بيقدروا يستفيدوا يمكنوا مهاراتهم تيشتغلوا بفتره قصيره، بيصيروا صاحبات شهرين مهن يعني. او ثلاث اشهر بيصيروا عندهم مهنه صغيره بايدهم وبيستقلوا اقتصاديا. عندنا بنشارك كمان بعده مراكزنا، نحن عندنا 9 مراكز بلبنان من البقاع للشمال للجنوب، بنشارك بحمله بلا عنف. نحن عندنا مركز ايواء للمراه المعنفه والمعدومه، من نحميها هي واولادها، بنقدم لها تقديمات يعني اقتصاديه صحيه كل شيء بتعتازه، ولبل كمان استشارات محامي او محاميه تساعدها لهالمراه تحصل حقوقها، المراه المعنفه. نحن مع جمعيات النسائيه بحمله لا عنف وبتثبيت بقى مشروع القانون اللي هو نايم بادراج البرلمان، العنف ضد المرأة عم جربوا تفيقوا، عم نجرب نفيقهم هن عليه، لأن هيدا بيجمع الكل، ما له ما في مذهب يو دين،
كل الناس مفروض تكون ضد كل الناس معنية مثل ما هي معنية بالعيش أكيد. المشترك خيار ومسؤولية. لكن السبت 5 بعد الظهر بالديسانس بيجبال لكل اللي حابين جوقة فيحاء، بالإضافة إلى بعض الكلمات اللي بتعرفكم على مؤسسة أديان الجمعية المسيحية لشبات. وكونوا كتار، كونوا كمان حاضرين لوقت حلو. مدام جيتا أهلا وسهلا فيكي وشكرا لك. بشكرك أنا. أهلا وسهلا فيكي. هناخد بريك، من بعدها رح نتابع.